طيب خلوني أطرح الأمر على سيادة المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. سيادة المستشار، يعني مصريين كتير بيسألونا هل المغتربين هيبقى عندهم لجان خاصة ولا كل واحد هيروح لأقرب لجنة قريبة منه ببطاقته؟ عايزين نعرف بعض الأمور اللي واجبة في يعني الوقت القصير المتبقي. اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. المغتربين اللي هم القانون سماهم الوافدين، وده حضرتك الهيئه الوطنيه كانت اعلنت بان كل من يتواجد في محافظه غير محافظته التي بها موطنه الانتخابي عليه ان يتقدم اما الى مكتب الشهر العقاري او الى المحكمه الابتدائيه ليسجل رغبته بانه في الانتخابات الرئاسيه هيرلي بصوته في اللجنه التي يرغب فيها. احنا ازاء هذا الاجراء بيتم نقل اسمه مباشره من اللجنه اللي هو مسجل فيها الى اللجنه التي اراد ان يسجل رغبته فيها، وبيصوت فيها يتوجه الى اللجنه التي سجل رغبته للتصويت فيها، وبعد الانتخابات تعود الى اللجنه الاصليه مره اخرى. ده معناه فعلا ده معناه ان اللي ما عملش الخطوه اللي حضرتك قلتها او الخطوتين دول دي او دي اللي هي الشهر العقاري او المحكمه، ده مش هيبقى عنده حق للذهاب الى اللجان اللي هي لجان الوافدين. لا لا، يسجل فقط يتوجه الى لجنته الاصليه، يتوجه الى لجنته الاصليه فقط. تمام. طيب المعلومه الثانيه اللي الناس برضو محتاجه تعرفها، البعض بيقول ان المدارس اللي كان بيدلي بصوته فيها اتغيرت، هل ده له معنى يعني او تفسير؟ لا يا فندم، المدارس لم تتغير المدرسه، ولكن في مسميات تم اطلاقها على بعض المدارس هي مدرسه الشهيد، وبالتالي لما حصل هذا التغيير وضع الهيئه الوطنيه للانتخابات عدد المدارس وعددها 804 مدرسه على موقع الهيئه، بحيث اللي حضرتك يدخل على موقع الهيئه هيلاقي اسم المدرسه القديم والاسم الجديد، عشان ما المواطن ما يحترش ولما يلاقي اسم مدرسه جديد يقول ده اتغيرت ومش مدرستي. لا، هيلاقي حضرتك على موقع الهيئه اسم المدرسه القديم التي كان يصوت بها الاسم القديم، وبجواره الاسم الجديد. تمام. اللجان يا فندم هتشتغل من الساعة 9 للساعة 9، والساعة 9 بالليل دي اللي هيبقى جوه هتغلق الأبواب، لكن اللي جوه هيبقى عندهم حق التصويت. تمام 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 يا فندم. طيب ايه اللي لازم المصريين ينتبهوا له، وممكن اكون انا ما انتبهتلوش في القصه دي، لانه يعني الناس كلها شغوفه بان هي في المشاركه. مثلا البعض بيقول انه مع الصمت الانتخابي انا عندي الحريه اشيل العلم، اشيل صوره وانا رايح ادلي بصوتي بشكل فردي، انا مش على وسيله اعلاميه، هل ده حقه ولا مش حقه؟ شوفي، الصمت الانتخابي اليومين الذين قبل تاريخ الاقتراع ويمتد، اللي هو ممنوع فيهم الدعايه، ويمتد الى انه ممنوع الدعايه امام اللجان وفي حرم اللجان، وبالتالي الممنوع على المرشح وحملته ومناصريه ومؤيديه انه يعملوا له دعايه. لكن خلينا نقول اللي هو المحظور زي ما حضرتك قلتي انه الناس تتنبه ليه، انه الناخب يتوجه الى لجنته، يعني يصطحب معه، مهم جدا تحقيق شخصيته اللي قال عليها القانون عشان يصوت بها وهو تمام، بطاقه الرغم القومي، جواز السفر المميكن ساري الصلاحيه. ليست يعني هناك وسيله بغير هاتين، اما البطاقه بطاقه الرقم القومي او جواز السفر ساري الصلاحيه، اللي هو من الممكن ان يسمح له القاضي بانه يدلي بصوته. يقدم بطاقته او جواز سفره بعد التحقق منه عند التصويت، وان يضع في ورقه الاقتراع يقوم بالتاشير. اولا ليس له او لا يحق له حتى لا يبطل الصوت ان يختار اقل او اكثر من العدد المطلوب. هذه واحده. الثانيه ليس له ان يدلي بصوته يؤشر
ويضع على الورقة ما يدل على اسمه، يعني ما ينفعش يعمل علامة ويكتب اسمه. ثلاثة، ليس له أن يدلي بصوته ويعلق على معلقا على شرط وينبئ عن نفسه أو ما يدل عليه. أربعة، لا يجوز أن يؤشر بالقلم الرصاص. له أن يضع أي علامة يراها داخل المربع الذي يراه أو يرغب فيه باللون الأزرق بالقلم اللي موجود في القاعة. ويتأكد أنه البطاقة طبعا مختومة على ظهر البطاقة، ولا يصح أن يضع صوته أو يضع البطاقة غير التي طيب سيادة المستشار، عايزين نطمن برضو على بعض الأماكن خاصة العملية الشاملة مكملة، فعايزين نطمن على المناطق الحدودية، يعني سواء البوابة الشرقية سيناء وشمال سيناء، سواء مرسى مطروح الجنوب. شوف احنا العملية التأمين العملية الانتخابية بالكامل يعني الهيئة الوطنية يعني التواصل المستمر مع وزارة الدفاع رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية الشرطة المدنية والمعنيين بتأمين العملية الانتخابية في جميع اللجان سواء المناطق الحدودية أو غير الحدودية. الناخبين أولا سلامتهم وأمنهم، وده أمر مهم جدا، ومقار مراكز الاقتراع، وطبعا الساده القضاة المشرفين. يعني خطط تامينيه الحقيقه تم وضعها، تم عقد اكثر من جلسات في هذا الامر، تامين المركز الانتخابي، تامين محيط المركز الانتخابي، هناك اطمئنان تام، وانه نزول واصطفاف المصريين امام لجان الانتخاب هو أكبر ضامن وأكبر تأمين، ويدل دلالة واضحة على وعي الشعب المصري في الحفاظ على حقه. سيادة المستشار، الوافدين بشكل واضح جدا هيقدروا اللي ما سجلش اسمه في الشهر العقاري يروح بالبطاقة ينتخب في اللجنة المخصصة للوافدين؟ اللي ما سجلش اسمه في الشهر العقاري أو في المحكمة له الحق أن يدلي بصوته في لجنته الأصلية. بالظبط ده اللي أنا قلته. بالظبط. بالظبط، انما اللي سجل يا فندم في المحكمه او في الشهر العقاري هو ده اللي هيلاقي اسمه في اللجنه التي ابدى رغبته، انما اللي ما سجلش هيلاقي اسمه في اللجنه الاصليه يحق له فندم في اللجنه الاصليه. بالظبط يا فندم، يحق له في اي وقت شاء ان يتوجه للجنه الاصليه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا المستشار محمود الشريف.